ورجعنا تاني وفقرة غالب ولا مغلوب. طبعا دايما الواحد اللي بيشتغل اي شغلانه، الشغلانه دي بتاثر في حياته الشخصيه، والكوره مكسب وخساره. نقول كابتن سيد في حياته كده لو وقف واتفرج عليها كان غالب ولا مغلوب؟ لا يعني لو حاجات شخصيه زي ما بقول لك مفيش مشكله ان يبقى في حياته في حياتك، لكن في 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 الشغل بتبقى اكيد عايز تحقق كل اهدافك. يعني امتى ازعل من نفسي بقى؟ لو مش عاوز اقول عدل السؤال لكن اضيف لي حاجه، يعني لو انت مقصر شويه، لكن لو انت عامل كل حاجه وحاسس ان انت اديت اقصى طاقه عندك يعني وربنا مش رايد، خلاص انت في الاخر بتلعب كوره. بتلعب كوره، لكن لو في تقصير ده بقى ممكن يبقى في التحضير، في الشغل، في المتابعه، في الدراسه، دراسه الموقف، في لوائح. لا ده مش امر هين خالص، ده اسمه اهمال. يعني طبعا كلنا عارفين انك كنت في محافظه الفيوم، في بدايتك وانت بتشتغل جديد، لسه سنك صغير، مشوار طويل، هل الموضوع كان بالنسبه لك صعب قوي ولا انت من كتر تحمسك كان سهل؟ كان في صعوبات كثيره قابلتك ولا كان في ناس سانداك؟ بصي انا هقطعك، إيه؟ بس انا لو تساعديني حتى في التحليل ده انا مش لاقي له سبب الصراحه. هل الجيل اللي اتغير ولا مفهومنا احنا كاباء وناس منوطه او مسؤوله على تربيه اللي اتغير وبقى غريب شويه؟ يعني انا من وانا عندي 11 سنه ونص او 12 سنه مرورا بقى 13 14 15 كنت مسؤول عن، مش مسؤول عن نفسك يعني، لكن بتاخد قرارات لنفسك وبتسافر لوحدك. انت النهارده ممكن يبقى الولد عنده 14 و15 سنه وانت خايف عليه، احنا حاسينه طفل. ايوه، وانت خايف عليه جدا. وانت برضو وانت صغير كان اهلي خايفين عليا، بس اقصد ان من وانت صغير، من وانت عندك 12 و13 كان بيبقى عندك مفهوم المسؤوليه. يعني انا في اولى ثانوي خدت قرار ان انا اصرف على نفسي. يعني انا من اسره متوسطه، ابويا الحمد لله رب العالمين الله يرحمه كان شخص عظيم جدا، الله يرحمه، يعني كان جميل جدا 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 الله يرحمه. بس انا كان عندي يعني حب كبير جدا ان انا اعتمد على نفسي. هو العيب كان فينا على فكره، العيب فينا احنا لما نقول ان الجيل اللي جاي، ما احنا اللي بنربي الجيل الجاي. يمكن نكون احنا اعتمدنا على نفسنا قوي، فده خلانا، انا طبعا بحلل معاك، ده خلانا نخاف على الجيل اللي جاي قوي، فخلينا العكس. احنا بنشتري بكره، احنا بنشتري بكره. لو بقى في مفهوم مهم جدا والمفهوم ده انتشر، المفهوم ده يكون ايجابي، ما انت مجتمع وبلدك اللي انت بتحبها وعايزه تبقى احسن مكان في الدنيا، يعني احسن بلد في الدنيا. لو المفهوم ده انتشر بشكل ايجابي فبيبقى الثقافه بتيجي منين؟ والايجابيات بتيجي منين؟ والتقدم بيجي منين؟ هو مش حاله فرديه، يعني مش بيت ولا شخص ولا حاجه ولا اتنين، ده هي حاجه جماعيه. يعني ماليش علاقه مثلا بواحد سلوكه تعبان جدا واصل فلان حرامي، يا عم انت مالك؟ انت سلوكك في مشاكل، انت صحح من سلوكك. فمهم جدا ان يبقى في انتشار شديد جدا للحاجات الايجابيه، فمهم ان احنا نعمل اسر كويسه، ومهم ان نربي اسره كويسه، ونربي اطفال كويسين، ونربي جيل. يعني ده ياخدنا بدون يعني ما تتكلم على حد ولا تلقيح لحد. بس الناس بتاخد وبتضحك. انت بتضحك دلوقتي، ده انت عارفه يعني انت في حاجات تعيط بجد وحياة ربنا، لان انت بتعيط على بكره برضو. هي الموضوع مش موضوع ان في واحد يقول كلمتين في التلفزيون والناس تضحك وتتفرج عليهم وخلاص. ده مثال لجيل، ده سلوك مستقبلي. خطر. طبعا خطر. ان في طفل عنده مثلا 8 سنين 9 سنين 10 سنين بدا يفهم، فيطلع له حد بيسب او بيشتم او بياخد نهج مش هو المألوف في الشارع المصري ولا الرياضه المصريه، ومميز وموجود والدنيا منتشره والناس بتساعده والناس بتتكلم معاه بشكل على اساس ان هو راجل مفوه وراجل جامد جدا في الكلام. فانت خطر في بكره، ده خطر لبكره، ده خطر مش ليا وليكي. ما احنا خلاص انت بتتكلم في الرساله بتاعتك قربت على انها تخلص. طب اللي جاي ده، اللي جاي اللي طالع بمستقبل، هيمشي على نفس خطاك وجاي بمستقبل مخلوط. هو ده الصح ولا ده الصح؟ القدوه بتاعتي مين؟ القدوه مين؟ ده اللي بيطلع وناجح؟ يعني ده اللي بيطلع وناجح ده؟ لا، ده يغور النجاح لو بالشكل ده، ويغور المكسب لو بالشكل ده. هي مش الفكره ان انت تكسب وخلاص. يعني حلو قوي، حلو قوي لما الماده تبقى مرتبطه بالنجاح. حلو قوي. يعني تبقى انت ممكن تلاقي نفسك مثلا في حياتك ممكن تقولي كسبت فلوس مثلا في حاجه استثمرتيها ما تعبتيش فيها، سعادتك مش هتبقى كبيره قوي على فكره. لكن في شغلك ده،
طب اسيعي على نفسك اللي اقولهولي ده بس لما تروحي. الحاجه اللي تعبتي فيها تبقى غاليه عليا، اللي انت بتحضري لها وبتيجي بعدها خمس ساعات وبتنامي بدري عشانها، وبعدين واخده من تفكيرك وجالك ماده من وراها كويس، تلاقيك مبسوطه جدا وسعيده جدا. اكيد. وكمان انا يعني انا شايفه يعني اكمل على كلام حضرتك اكتر، ان هو انا بشوف ان حتى الرياضه مش يعني ده يكمل المعاني اللي احنا يعني عايزين تكمل، ان الرياضه مش بس رياضه، اخلاق طبعا. يعني انا بشوف ان انا لما اكون مدير كوره، او ان انا اكون نجم كبير، او ان انا ماسك حاجه معينه، انا مش بس بادير المكان ده، انا برضو مثل اعلى لناس كتير والجيل كتير، واخلاقي ديت هي اللي بتمشي ورايا جيل كامل.